بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المعادلات الصماء للسنة الثانية ثانوي أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي حيث قال حل في R هي مجموعة الأعداد الحقيقية المعادلات التالية عندنا جذر X مربع زائد 2 يساوي 3 وجذر 2 X ناقص 9 يساوي جذر X ناقص 4 وثالثا اللي هو جذر ثلاثة إكس مربع ناقص عشرون إكس زائد ستة عشر تساوي إكس ناقص أربعة إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذا ننطلق في المثال الأول اللي هو جذر إكس مربع زائد اثنان يساوي ثلاثة إذا أولا أبناء اللي حل هذه المتراجحات ثم أول شيء علينا أن نعين مجموعة تعريف هذه العبارات أو هذه المعادلة إذا نقول المعادلة واحد تكون معرفة إذا كان ما بداخل الجذر اللي هو x مربع زائد اثنان أكبر أو يساوي صفر معناه من شروط الجذر أن يكون ما بداخله أكبر أو يساوي صفر لكن هذه لو نلاحظ جيدا أبنائي مهما كان x مهما أي x نضعه هنا ونربع يصبح موجب ونضيف له الاثنين يصبح لنا موجب اذا تصبح لنا مجموعه تعريف هذه العباره كم هي ار اي معرفه على ار لماذا ابنائي لان ضعوا اي عدد هنا وربعه يصبح موجب ونضيف له إثنان يصبح لنا موجب الان نقول نربع الطرفين فللمعادله واحد فنجد فماذا نجد؟ تعالوا الآن نربع هذا كل واحدة على حدة معناها نربع هكذا ركزوا جذر X مربع زائد اثنان هذا نربعه يصبح يساوينا كم؟ يصبح يساوينا ثلاثة مربع فيذهب الجذر فتصبح لنا X مربع زائد اثنان يساوينا كم؟ يساوينا تسعة ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا X مربع يساوينا تسعة ناقص اثنان اللي هي سبعة ومنه ماذا ينتج أبنائي ومنه يصبح x يساوي جذر سبعة أو x يساوي ناقص جذر سبعة الآن هذه جذر سبعة وناقص جذر سبعة تنتمي إلى R يعني تنتمي إلى مجموعة التعريف يجب أن تكون تنتمي لأن فيه مرات نجد حلان لكن نرفض واحد لأنه لا يحقق مجموعة لا ينتمي إلى مجموعة التعريف العبارة إذا فنقول S يصبح يساوي ناقص جذر سبعة وماذا هو جذر سبعة فقط أبنائي هذا فيما يخص المثال الأول بعدما أنهينا مع المثال الأول نتطرق الآن إلى المثال الثاني حيث قال جذر اثنان إكس مربع اثنان إكس ناقص تسعة يساوينا جذر إكس ناقص أربعة أولا نأتي الآن إلى مجموعة التعريف نقول المعادلة واحد تكون عفوا المعادلة اثنان، أعتذر المعادلة هنا ليس واحد إنما اثنان تكون معرفة إذا كان، إذا كان ماذا أبنائي؟ هنا يوجد لنا جذران، إذا كان هذا الذي بداخل الجذر يكون موجب، يعني اثنان إكس ناقص تسعة يكون موجب وهذا الذي يكون داخل الجذر الثاني اللي هو إكس ناقص أربعة يكون كذلك موجب، ننقل هذا إلى هنا، وتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا إثنان إكس أكبر أو يساوينا تسعة، ومنه إكس يصبح أكبر أو يساوينا ماذا؟ تسعة على اثنان، نأتي كذلك هذا ننقله إلى هنا، فماذا ينتج؟ ينتج ينتج انه إكس يصبح أكبر أو يساوينا أربعة، وكلمة و، وكلمة و في الرياضيات تعني التقاطع، لو نأتي الآن ونرسم هكذا هذا المحور الخطي. قلنا إذا قلنا هذا هنا مثلا هنا الصفر ها هو صفر وها هو مثلا واحد وها هو اثنان وها هو ثلاثة وها هو أربعة وخمسة وهكذا ها هي الأربعة لاحظوا جيدا أولا المجال الأول ها هو إكس أكبر أو يساوي تسعة على اثنان تسعة على اثنان اللي هي أربعة ونصف معناه يكون أربعة ونصف في هذا المكان وهكذا كما أشير هنا باللون الأزرق هذا المجال الأول المجال الثاني ما هو؟ قال ها هو المجال الثاني اللي هو إكس أكبر من أربعة، نأتي الآن إلى الأربعة كذلك وها هو الآن أين يوجد تقاطع الألوان، تقاطع الألوان من هذا المكان إلى زائد ما لا نهاية، فيصبح لنا إكس ينتمي من تسعة على اثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية، إذا. هذه هي مجموعة التعريف هذه المعادلة بعدما عينا مجموعة التعريف الآن يمكننا أن نقوم بعملية الحساب نقول نربع الطرفين للمعادلة التي اسمها اثنان فنجد تعالوا نربع لما نربع هذا الجزء يذهب بالجذر وهذا الجزء يذهب بالجذر فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا اثنان إكس ناقص تسعة يساوي إكس ناقص أربعة قلت لماذا لأن يذهب من هنا الجذر ومن هنا الجذر فماذا ينتج؟ ينتج أنه هذا ينقل إلى هنا يصبح لنا إثنان إكس ناقص إكس هي إكس تساوي لنا هذا ننقله إلى هنا لما ننقله كسم... كيف يصبح؟ يصبح تسعة تسعة ناقص ناقص أربعة تساوي لنا كم؟ تساوي لنا خمسة الآن هذه خمسة التي وجدناها هل تنتمي إلى هذا المجال؟ نعم إنها تنتمي لو وجدنا أن لا تنتمي نقول لا يوجد حلول إذا بما أنها تنتمي إذا إكس يساوينا خمسة لأن هذه القيمة تسعة على اثنان هي أربعة ونصف فإنه تنتمي فنقول هكذا نقول إس يساوينا القيمة التي وجدناها إنها القيمة خمسة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع المثال الثاني نأتي الآن إلى المثال الثالث اللي هو جد ثلاثة إكس مربع ناقص عشرون إكس زائد ستة عشر يساوي X إكس ناقص أربعة كذلك نأتي الآن إلى حل هذه المعادلة أولا نقول تكون المعادلة ثلاثة معرفة إذا كان إذا كان ما بداخل الجذر اللي هو ثلاثة إكس مربع ناقص عشرون إكس زائد ستة عشر أكبر أو يساوي الصفر هذا هو القاعدة لكن لتعيين مجموعة أو هذه حلول هذه المتراجعة لاحظوا هذا الجزء اللي هو يجب أن يكون أكبر من صفر هنا ندرس نقول أولاً ندرس إشارة هذه العبارة اللي هي 3 إكس مربع ناقص 20 إكس زائد 16 ما معناه؟ معناه نعين مجموعة تعريف هذا الجذر أولاً ركزوا جيداً معناه ما هي القيم التي تتركه موجب؟ هنا علينا بحساب المميز دالتا يساوي ب مربع ناقص أربعة في أ في سي البي هو العدد المضروب في الإكس يصبح لنا عشرون مربع اللي هو أربعة مئة ناقص أربعة في الأ ثلاثة في الس اللي هي ستة عشر تصبح لنا بعد الحساب معناه تصبح هكذا أربعة ناقص مئة واثنان وتسعون يصبح لنا دالتا يساوي كم مئتان وثمانية قيمة موجبة فتصبح لنا للعبارة جذران، لاحظوا إكس واحد يساوي ناقص بي ناقص جذر دالطة على اثنان، الآن نعين في مجموعة التعريف هذا الجذر أولا، ثم نكمل الحساب، بعدها نكمل، ثم عندنا كذلك سوف نتحدث، لا ت... لا يعني لا تتعجلوا، تصبح لنا ناقص عشرون مع الناقص هذا، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا عشرون عشرون ناقص جذر دالتا اللي هو ألف مئتان مئتان وثمانية على ماذا؟ على اثنان أ على ستة هذا يعني بالتقريب يعني حتى تعرفوه بالتقريب هو صفر فاصل اثنان وتسعون حتى نعلم أنه موجب يعني إكس اثنان يساوي ناقص ب 20 زائد جذر دالتا على اثنان أ يصبح يساوي ماذا؟ عشرون زائد مئتان وثمانية تحت الجذر على اثنان أم على ستة هذا يعني بالتقريب قلت بالتقريب يعطينا خمسة فاصل ثلاثة وسبعون الآن ماذا نأتي؟ نأتي لنعين إشارة هذه العبارة لنستخرج مجموعة تعريف هذا الجذر وإلا ممكن مجمو... أنه لا يوجد له أصلا قيم تتركه موجب إذا فتصبح هذه المعادلة أصلا غير طبيعية أصلا حتى نفهم الفكرة جيدا إذا دائما لحل معادلات هذه الصمة أول شيء أنصحكم بمجموعة التالي إذا إكس عندنا ماذا؟ عندنا يا أبنائي اللي هي ثلاثة إكس مربع ناقص عشرون إكس زائد ستة عشر عندنا أين؟ إذا عندنا هنا ناقص ما لا نهاية وعندنا هنا زائد ما لا نهاية عندنا إكس واحد وعندنا إكس اثنان إنها معادلة أو عبارة من الدرجة الثانية هنا نفس خارج مجال الجذر وبالداخل عكس نفس ماذا؟ إذا نفس الثلاثة إشارة الثلاثة وعكس إشارة الثلاثة الآن نحن قلنا أن الجذر على ماذا يبحث؟ الجذر يبحث على القيم موجبة فتكون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا لكن ننتبه مجموعة التعريف حتى الآن لم نعطيها كليا لماذا؟ قلنا يجب أن يكون هذا هذا الذي بداخل الجذر كيف يكون؟ يكون قيمة موجبة إذا كان قيمة موجبة فكل قيم تحت الجذر تخرج بالقيمة الموجبة، فهذا عليه أن يكون ماذا؟ كذلك موجب لماذا؟ لأن يمكن أن يكون هذا موجب، نعم، وهذا سالب، هل من المعقول أن الموجب يساوي سالب؟ إذا والشرط الآخر يجب أن يكون إكس زائد أربعة عفوا إكس ناقص أربعة يجب أن يكون أكبر أو يساوي سالب، هذه شروط ثانية. ننتبه، أعيد. هذا الجذر كيف يكون موجب؟ حتى يكون هذا الجذر موجب، هذا يجب كيف أن يكون؟ موجب لماذا؟ هل من المعقول أن يكون من هنا موجب ومن هنا سالب؟ لهذا الشرط أن يكون هذا الجزء موجب وهذا الجزء موجب. الآن إذا جئنا إلى الجزء الأول قلنا أنه معرف من ناقص ما لا نهاية إلى إكس واحد ومن إكس اثنان إلى زائد ما لا نهاية. لاحظوا. إذا جئنا إلى إي e يعني المجال الأول يساوينا من ناقص ما لا نهاية إلى إكس واحد. اتحاد من ماذا؟ من إكس اثنان إلى غاية الزائد ما لا نهاية. الآن نأتي إلى هذا ننقله إلى هنا. فيصبح لنا إكس أكبر أو يساوي أربعة. فيصبح لنا المجال جي ما هو المجال جي؟ ركزوا جيدا. إذا سميناه المجال جي يصبح يساوي ماذا؟ يصبح يساوي من أربعة إلى غاية زائد ما لا نهاية. الآن أبنائي ما هو التقاطع؟ نحن قلنا و كلمة و يعني مجموعة تعريف هذا الجزء وهذا الجزء يجب أن يكون موجب الآن لو نأتي إلى تقاطع المجالات فماذا نجد؟ انتبهوا معي لو جئنا وقمنا برسم هذا المحور دققوا أرجوكم ها هو المحور بعدما رسمنا هذا المحور نأتي الآن إلى إكس واحد وإكس اثنان إذا قلنا ها هو إكس واحد اللي هو اللي هو كم؟ 0.92 بالتقريب ها هو إكس واحد و إكس اثنان قلنا هو خمسة فاصل ثلاثة وسبعون خمسة فاصل ثلاثة وسبعون إذا قلنا هنا هنا مثلا أربعة وهنا مثلا خمسة فاصل ثلاثة وسبعون بالتقريب فقلنا مجموعة تعريف الجزء الأول من أين؟ من ها... م... هذا الجزء الأخضر وهذا الجزء الأخضر هذا هو مجموعة التعريف الأولى الثاني من أين يكون؟ الثاني يكون قلنا من ماذا؟ من الأربعة إلى غاية زائد ما لا نهاية أين هي تقاطع المجالات؟ تقاطع المجالات أكيد سوف يكون من هذا المكان ها هو تقاطع المجالات الأخضر مع الأزرق إذا فيصبح لنا دي يعني مجموعة التعريف لهذه المعادلة من ماذا؟ من إكس اثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية لأن قلنا كلمة تقاطع ننتبه جيدا إذا لاحظتم أبنائي أول شيء نعين مجموعة تعريف هذا الجزء الذي في الجذر ثم كذلك هذا نقول عليه أن يكون موجب حتى أن يبقى القيم الجذر موجبة إذا هذا موجب ثم ماذا فعلت؟ استخرجت مجموعة تعريف هذا الجذر وجدناها من ناقص ما لا نهاية إلى إكس واحد ومن إكس اثنان إلى زائد ما نهاية ثم المجال الثاني الذي سميته جي اللي هو من أربعة إلى زائد ما نهاية ثم أعطيت بينهم التقاطع فأصبح من 5.73 بالتقريب اللي هو إكس 2 إلى غاية زائد منانية ثم بعدها نأتي إلى تربيع الطرفين لأن أصبحت القيم الآن مقبولة أو قيم موجبة نأتي الآن إلى التربيع الطرفين نقول هكذا نربع الطرفين نربع الطرفين فنجد لاحظوا وعلينا القيم يجب أن تكون تنتمي إلى هذا الدليل هو مجموعة التعريف هذا إذا فلما نربع الطرفين فهذا ما يصبح لما نربع هذا الجزء الجذر ماذا يحدث له؟ يذهب إذا ما تصبح لنا ثلاثة إكس مربع ناقص عشرون إكس زائد ستة عشر يساوينا إكس ناقص أربعة الكل مربع التي هي متطابقة الشهيرة رقم إثنان يساوينا مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد مربع الثاني إذا أولا هذا. ذهب مع هذا. لو نقلنا هذا إلى هنا، فماذا ينتج؟ ينتج لنا ثلاثة إكس مربع، ركزوا، ناقص عشرون إكس، ناقص إكس مربع، زائد ثمانية إكس، لاحظوا، وقلنا هذا ذهب مع هذا، يبقى لنا الصفر، يساوي الصفر، لأن الكل ذهب. تبقى لنا أن هذا مع هذا، يصبح لنا اثنان، لاحظوا، اثنان، قلت، أصبح لنا اثنان إكس مربع، وهذا. مع هذا يصبح لنا كم؟ يصبح لنا ناقص 12 اكس يساوي 0 يمكن ان نستخرج 2 اكس عامل مشترك 2 اكس في اكس ناقص كم؟ ناقص 6 يساوي 0 يصبح 2 اكس يساوي 0 او اكس ناقص 6 يساوي 0 هذا ماذا يعني؟ يعني ان اكس يساوي 0 على 2 أي إكس يساوي صفر، وننقل هذا إلى هنا. سبحانك كم إكس يساوينا كم ستة. الآن أيهم يحقق؟ هذا الصفر هل ينتمي إلى هذا المجال؟ من هو المجال يقول أحدكم المجال هو خمسة وسبعون إلى غير زائد هل ينتمي إليه؟ لا. إذا ماذا نقول؟ نقول هكذا. صفر لا ينتمي إلى المجال من ماذا؟ من إكس إثنان إلى غاية زائد نهاية يعني مرفوض إذا ماذا يصبح لنا الحل يصبح ستة هو الذي ينتمي إلى المجال إكس إثنان إلى غاية زائد ملان لأن الإكس إثنان ينطلق من خمسة فاصل ثلاثة وسبعون ونحن عندنا وجدنا الستة إذا الستة له الحق أن يكون له في هذا المكان نصيب إذا ومنه نقول أس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا ستة فقط أبنائي إذا أول شيء لحل معادلة الصماء عليكم بتعيين مجموعة التعريف وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحوم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته